مشاهدي قناة القلم الفضائية عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالخط الأحمر. كان الشغل شاغل الناس النهارين تصريحات الجنرال رشيد عمار القناة التونسية، وزيد الماء زيد الدقيق، وهي البلاد ناقصة شطيح ورديح أو على طرب وفلس حتى نزيدوها تصريحات رشيد عمار اللي جات مش مفهومة لا في توقيتها ولا في مكانها ولا في برشة من مضامينها. ورغم طول الحصة التلفزية وطول الحوار وكثرة الأسئلة وكثرة ما قاله سي رشيد عمار، إلا أنه اللي لاحظته أنا شخصيا أنه الحوار هذا خلف برشة أسئلة أكثر من اللي قدم توضيحات وأجوبة. وعلى كل، أنا حبيت في دخلة الليلة نقدم بعض التعليق لبعض الإعلاميين المهتمين بالشأن السياسي في البلاد بخصوص التصريحات. خلينا نبدأ بالقيادي في حركة نداء تونس ومدير قناة الحوار التونسي الشيخ الطاهر بن حسين، اللي قال انه بعد متابعته لتصريحات رشيد عمار فهم زوز حوايج لصالح الوطن ومستقبلنا الناس الكل. الاولى إقالة المدراء العامين في وزارة الداخلية اللي عينتهم حركة النهضة بسبب تواطؤهم مع الإرهاب وما في ذلك من تهديد للأمن الوطني. وثاني حاجة وهذه الأهم بالطبيعة، تقديم رشيد عمار كمرشح للرئاسية المقبلة لجميع القوى الديمقراطية والمدنية. ومن الشيخ طاهر بن حسين طيب الله ثراه وأدام نظرته الثاقبة للمستقبل ولطبقة الأوزون، نمشي للزميل سمير الوافي اللي قال تعليقا على تصريحات رشيد أن الجنرال رشيد عمار كان أكبر قبل ما يتكلم وأنه الصمت أفضل من ربع الحقيقة. وزيد قال سمير الوافي انه رشيد عمار ما كانش مقنع وقت اللي حكى على دوره يوم 14 جانفي، واكد اللي هو اخفى الحقيقه اللي يعرفها الكثير من زملائه الكبار واللي اعتبرها الوافي اخطر مما قال ومختلفه عما قال حسب تعبيره. وزيد قال سمير الوافي انه الجنرال رشيد عمار ظهر ضعيف ومهتز وحائر ومجروح، واختم حديثه بأنه مظهر الضعيف هذا ما يعطيش حتى معنويات لجيشه وما يمنحش الأمان للناس فالظرف الخطير اللي قاعدة تتعدى به البلاد. مازال الخير القدام ومازال عندنا ما نسمع من تعليق، كما مثلا تعليق الإعلامي والصحفي صافي سعيد اللي قال أنه النخبة السياسية اليوم واللي كانوا يحلموا بالترشح للرئاسة عزيهم يقبلوا العزاء بعد تصريحات الجنرال رشيد عمار الأخيرة. هات نسمعوا مع بعضنا شوية من تصريحاته. علينا التونسي اليوم النخبة السياسية، أنا في اعتقادي كنقولها بصراحة، اليوم الأحزاب والنخبة السياسيين والحالمون بالرئاسة والمترشحون كلهم عزاء، كلهم يعيشون عزاء، وواضح لأن رشيد عمار قطع عليهم الطريق مبكرا جدا. رشيد عمار هو مرشح الرئاسة المقبل اللي يفهم السياسة. رشيد عمار قال لك أنا لا أستقيل. رشيد عمار هو أعفى نفسه من مهام عسكرية ليتقدم إلى منصة سياسية. رشيد عمار سيقدم نفسه الجنرال المنقذ كما فعل كثير من الجنرالات. رشيد عمار لا يريد أن يقوم بانقلاب، يريد أن يدخل إلى الرئاسة بالانتخاب. ورشيد عمار إذا ترشح للرئاسة هو الذي سيفوز على الجميع. ومنذ أن قبل منصف المرزوقي لقبول الاستقالة عند السيد منصف المرزوقي هو نهاية مونتان تاع منصف المرزوقي، نهاية الرئاسة، نهاية الحلم. لازم هنا النخبة السياسية، هو رشيد عمار لاحظ كم من ملاحظة على أن النخبة السياسية ما عندهاش عقل سياسي، ما عندهاش عقل استراتيجي سياسي وحكاية مبارح سياسة وأوضح، وقال لك أنا لا أستقيل، لا أنسحب، لا أخاف، لو لم تنجح الثورة لكنت من الأموات، أنا الذي خرجت إلى القصبة، أنا الذي أعطيت ضمانة للقصبة، ما أحد كان موجود في القصبة إلا أنا. هو كان يحكي بهذه اللغة، قدم نفسه الجنرال المنقذ، وأحنا التوانسة من اليوم سيصبح يقولوا نوتر بريزيدون لو جنرال. يعني هيدخلنا شوي بشوية صحيح. هكذا تشوف كان هذا إذن جزء من الحديث اللي قاعد يتداول تعليقا على تصريحات رشيد عمار التلفزية الأخيرة. وشخصيا نشوف، إذا تسمحوا بالطبيعة أكون نعطي رأيي المتواضع في المسألة، أنه الحكاية هذه ما تخرجش من زوز احتمالات.
يا احنا ولينا بالحق لحبل اللي ظهر لنا احناش، يا ثم بالحق احناش قاعد يلعب تحت سقينا واحنا نقولوا العام صابر. وعلى كل اللي ماشي يصير الايامات الجايه بعد خروج رشيد عمار من الموقع العسكري اكيد مش يخلي الصوره تكون واضحه اكثر وقتها لكل حادث حديث. اما توا خلينا نمشيو نعملوا طله سريعه على بعض العناوين الصحفيه، وما تنساوش كالعاده باش تتابعوا فقره الزابينج في اخر الحلقه. فاصل قصير ونبدا. جولتنا الصحفيه لليله نبداوها بخبير باهي وطريف في نفس الوقت، نقراوها في الصحيفه الالكترونيه الصباح نيوز تحت عنوان داخل سجن الناظور حفل زفاف رسمي لمحكوم عليه بالمؤبد. جاء في المقال هذا ان وزاره العدل اذنت بمنح ترخيص لسجين محكوم عليه بالمؤبد باش يعرس من خطيبته داخل سجن الناظور. وأكد مدير عام السجون والإصلاح لحبيب السبوعي للصباح نيوز أنه السجين محكوم عليه بالمؤبد في حين أنه خطيبته ماهيش مسجونة، مشيرا إلى أنهم ماشيين يكبوا سلاقهم في حبس الناظور في ولاية بن زرت. وأضاف سي لحبيب السبوعي أنه إدارة السجون والإصلاح حضرت حفل للزوجين وكرت لهم كرسي تصديرة والفرقة الموسيقية وشرت لهم حتى حلو العرس. يا سيدي إن شاء الله كل شيء بالبركة، وربي هني وربي والم، وإن شاء الله بالرفاه والبنين. وما كذبش اللي قال الغريبة في تونس كيجي نهار وما نسمعوا فيه بحتى غريبة، والعقبة اللي مازالوا عزاب وصبايا باش يدخلوا القفص الزوجية حتى هما، وأنا هنا نقصد القفص الذهبي بالطبيعة مش القفص الآخر بعيد الشر. ومن الصباح نيوز نمشيوا للموقع الأخباري الحقيقة اللي نقرأوا فيه مقال بعنوان حجز أطنان من الدلاع المسموم ووزارة الصحة تحذر. جاء في المقال هذا أنه تم حجز أطنان من الدلاع الغير صالح للاستهلاك في سوق الجملة في بير القصعب بن عروس بسبب خطورتها على الصحة بعد ما سقوها مجموعة من الفلاحين بماء البطاريات. وزاد أضاف المقال لهنا أنه ماء البطاريات اللي تم استعماله لشحن السيارات يستعملوها بعض الفلاحة للتسريع في نضج الدلاع ونمو باش يبيعوها في الأسواق قبل وقته وبالطبيعة غالي على خاطر وفال. مع العلم أنه ماء البطاريات هذا يزيد في حمرة ووزن ونسبة السكريات في الدلاع. باهي احنا لما حال عنا سنين نسمو بحكاية ماء البطاريات من الشمال للجنوب، وكل مرة يتم الحديث على حالات تسمم بسبب الدلاع خاصة بالنسبة للكبار والصغار. خلاف بطبيعة اللي يشريوا دلاعة بالشيء الفلاني وتطلع لهم قرعة، لين قريب يولي الأمر عادي. والشيء اللي خلينا نسأله يا أخي ما تجمش وحدات الصحة تراقب الدلاع الفاسد وهو عنده ماليه، وقبل ما يولي في الشارع وعند المستهلك وقبل ما يخسر المواطن فلوسه وصحته. على خاطر اللي بلغني انه العملية هذه متاع عملية تسميم الدلاع بالبطاريات حاجة ما تجمش تتخبى، وفيها صنعة كاملة ومعدات وتجهيزات أبسط مراقب في الصحة ينجم يعرفها ويفيق بها. يا سيدي فيقوا شوية يا شباب حتى أنتم وتحركوا ما فيها باس، وخلينا نسمعوا بمجرمين في القطاع هذا يشدوا الحبس على عملتهم مش البريمة فيهم يخلص خطية ويخرج. راهي الحكاية قاعدة كل عام تزيد وتكبر، وإذا ما يتمش التصدي لهالإجرام ولهالتيار مش يتولي كعبة الدلاع العادية الطبيعية حاجة أكثر من الفال. وللمواطنين نقول ردوا بالكم وحاولوا تشريوا من الأسواق اللي بصفة عامة فيها رقابة، يمشيش الواحد يشري الموت الصغار وزادة لا سمح الله. وناس بكري قالوا اللي يعجبك رخصه طيش في الثنية نصفه، ومع الدلاع هذا الطيش بكله ويطلع دلاعك نظيف. وتوا خلينا نشوفوا فقرة الزابينج لليلة، شاهدوها مع بعضنا ونرجع. توب ولا فلوب؟ ما نعرفش، بالنسبة لي أنا حد ما ينجم يشك من الأطراف السياسية الكل قيمة والقدر والمسؤولية
والضخامه نتاع وتاريخ الباجي قايد السبسي، فهمت؟ دونك نرى توب انا معاه متعوده دايما. نبداو بالحكايه اللي عامله البوز ليمت، هذه هي القضيه اللي رفعتها عليك حركه النهضه. الشيخ راشد الغنوشي تم سماعه نهار الثلاثاء اللي فات تقريبا ساعتين من طرف المدعي العام في القضيه المرفوعه ضدك، قال انه تصريحاتك حرضت بعض الناس بشحق وبعض مقرات النهضه. قديش الكلام هذا فيه صحيح وواجهه؟ في حد شيء صحيح؟ في حد شيء صحيح؟ اللي بعثهم مجرم اكثر منهم، واللي بعثهم هو راشد الغنوشي، يلزم محاسبه السيد هذا. واليوم جماعه النهضه لازم هما الاولانيين يحاسبوا، لانه باش يهزهم للهاويه باش يرجعهم للمنفى وللسجون، ولهذا ينقذوا رواحهم قبل ما الشعب هذا يثور عليهم ويجي عليهم ويحرق لهم مقراتهم ويطردهم من البلاد. قبل ما الشعب هذا يثور عليهم ويجي عليهم ويحرق لهم مقراتهم ويطردهم من البلاد. في حد شيء صحيح؟ ويحرق لهم مقراتهم. في حد شيء صحيح؟ ويحرق لهم مقراتهم. يحس به السيد رشيد عمار ومن خلاله الشعب التونسي، هو عبر عن جزء هام من الشعب التونسي. هو أراد أن يقول يا شعب، هذه الطبقة السياسية التي جاءت بعد الانتخابات عليكم أن تعيدوا النظر فيها في الانتخابات القادمة. يا شعب، هذه الطبقة السياسية التي جاءت بعد الانتخابات عليكم أن تعيدوا النظر فيها في الانتخابات القادمة. أنت فاجئتني بالموضوع ده. نستغل بسيكو ام معنا، بسيكو ام جائزة الجبن السياسي، لشكون نعطيوها؟ نعطيوها للإعلام، نحب نعطيها للإعلام في عهد بن علي. كان احنا ضمن الإعلام اللي تحكي عليه أنت، فألف مبروك علينا جائزة الجبن السياسي، فألف مبروك علينا جائزة الجبن السياسي. مبروك علينا الإعدام رجالة، مبروك علينا الإعدام. أمام إحدى مراكز تجميع الحليب لجأ هذا الفلاح إلى إتلاف كميات هامة من هذه المادة الأساسية بعد رفض المركز قبولها. الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب أكدت أنه يتم يوميا إتلاف قرابة 200 ألف لتر من الحليب، أكدت أنه يتم يوميا إتلاف قرابة 200 ألف لتر من الحليب. يا نهار أسود، يا نهار أسود. ولكن مرة أخرى نقولها ونعاودها، الأرض هذه راهي أرض سخونة، خذوني بعقلي. إيه نعم، فيها أولياء صالحين. بعده الكاف شل رجل الكاف. يا ودي يا مكان مرجل الكاف، هذاك اللي فيه سيد الميزوني. موش الكاف البلاد، هذا حرب يقولوا له كاف. شيل سيد الميزوني. هاي. والسلام عليكم ورحمة الله. هكا نكونوا كملنا حلقتنا الليلة، نتلقاو بإذن الله نهار الجمعة الجاية في نفس الموعد 8:15 متاع الليل، والحلقة تتعود 10 متاع الليل. وتوا ما بقى لي كان إني نتمنى لكم مشاهدة طيبة مع بقية برامج قناة القلم الفضائية. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.